السلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كيف ما كتلاحظوا انا دابا في الدوش، بغيت نشارك معكم الروتين اللي كندير كل ليله قبل ما الناس، يعني للعنايه بالبشره ديالي. نوريكم لي برودوي اللي كنستعمل اون ميم طون، غادي تشوفوني كيفاش كنستعملهم. وكيف ما كتلاحظوا، والمهم كيف ما كتشوفوا وجهي، انا صراحه ما كنديرش ليه مكياج يوميا. المكياج ديالي هو لا كريم هيدراتونت، يعني كريم مرطب كنرطب به الوجه ديالي، وندير الكريم المرطب حول العينين، وكندير لونتي سيرن اللي كنديرو في الدوره ديال العينين ديالي، وهنايا في الجناب ديال النيفي اللي ديما حمر. وإلا عندي يعني شي احمرار هكا في وجهي، راني كندير لونتي سيرن وشويه الفراجو والماسكارا بيان سور. صافي، هادشي اللي كندير كل زعما صباح، ومازال ان شاء الله غنشارك معكم الروتين ديالي اللي كندير كل صباح، وتشوفوا يعني هذا المكياج الخفيف اللي كندير والمنتوجات اللي كنستعمل. واليوم غادي نوريكم المنتوجات اللي كنستعمل كل ليله بالليل قبل ما الناس، وغادي تشوفوني كيفاش، المهم كيفاش كنستعملهم. خليكم معايا. فوالا البنات، هادو هما المنتوجات اللي كنستعمل كيف ما قلت لكم، وفوالا هما هادو، يعني ما كاينش منتوجات بزاف، وهانتوما معايا غادي تشوفوني كيفاش كنستعملهم. مهم بنات، اول حاجه كنبدا بها هي سناني، كنغسل سناني. فوالا من بعد ما كنغسل سناني غادي نمسح وجهي بهذا لون ميسيلير اللي ديال غارني، اللي يعني دائما خصني نحركو قبل ما نستعملو حيت فيه الزيت ديال الارغان. بصراحه من قبل كنت كنستعمل داك الغوز ديال غارني حتى هو بور بوسيش اي سونسيبل، ما كانش كيعجبني بصراحه، ما كانش كيعجبني بزاف، وكنت كنقلب على ما احسن. كنت كنستعمل ديال بيوديرما اللي هو غزال، هو الطوب ديال لو ميسيلير، زوين بزاف غير هو غالي. دونك بغيت نجرب هذاك ديال غارني اللي مهم بديت كنستعمل واحد المده طويله، ولكن ما كنتش يعني ما كانش عاجبني 100%. وهذا طحت على هذا دابا، اش غادي نقول لكم، غزال غزال غزال، تيرد البشره من بعد كل حرير بحال لابو دو بيبي، رطبه بزاف. دونك بصراحه كنصحكم بهذا، البنات اللي مازال ما جربوهش غادي تحماقوا عليه، زوين بزاف. دونك شاك فوا كنحركو وكناخذ، يعني مهم عادي، كناخذ لو ميسيلير في القطن ديالي وكنبدا نمسح عيني. هانتوما بحال بعض المرات، يعني غادي نوريكم القطنكم مع هانتوما، وراني ما دايره لوجهي حتى شي حاجه كيف ما قلت لكم، ابار لونتي سيرن اللي دايره في الدوره ديال العينين وفي الجناب ديال النيفي. فوالا، كتحسوا وجهكم بيان نيتواي. بعض المرات يقدر نكتفي بالنيتواياج ديال وجهي بهذه الطريقه، وندير ونخلي وجهي شويه ينشف، ومن بعد كندير لا كريم. ولكن دابا بحال اليوم غادي ندير هاد الكوماج جولي اكسفوليونت دوس، بالنسبه هذا كيصلح للبشره الحساسه، غزال بزاف ديال نوكس. هذا كنديرو جوج ديال المرات في السيمانه، يعني كيغومبلاسي الكوماج، و الي با اغريسيف، يعني الي دو بالنسبه للبشره الحساسه. شنو بغيت نقول لكم، في دي بيتال دو روز، هانتوما هو داير بحال هكذا، هذاك الشيء اللي كتشوفوه كحل هما لي بيتال دو روز، وكتبقاو يعني تقوميو به الوجه ديالكم بحال شي كوماج عادي. نسيت ما فزكتش وجهي شويه بالماء دافي، حيت لو ديشي كناخد شويه ديال الماء في يدي نفزك وجهي. فوالا، وعاد ابخي كنبدا نقومي، وكنركزوا دائما على البلايص اللي عندنا فيهم لي بوين نوار، ولا يعني مثلا البلايص اللي كنعرفوهم عندنا مزيتين ولا فيهم لي بوين نوار كنركزوا عليهم. بحال انا عندي بصراحه راهم نقصوا بزاف بزاف، كانوا عندي لي بوين نوار بزاف في نيفي وفي هاد البلاصه هادي،
تحت فمي كان عندي لي بوان نوار كوميم وحتى شويه هنايا ونقصوا بزاف من بعد ما وليت كنقومي وجهي جوج ديال المرات في السيمانه. داكشي صراحه علاش ضروري ضروري القماش او الانكس فوليون بحال هكا جوج المرات في السيمانه كينقي كتحسوا بالوجه ديالكم كيتنقى من الداخل ولي بوا حتى هما كي يعني لي بوان نوار كينقصوا بزاف. فوالا كان يعني ما كنقوميش بزاف من المهم كتحسوا بدوك دوك الحبيبات البنات دوك الكح لي بيتال دو روز كتحسوا بهم كي يعني فريمون تيخدموا الوجه يعني تينقيوه من الداخل وفي نفس الوقت ما كيجرحوش الوجه. بالنسبه ليا انا مثلا عندي البشره ديالي حساسه ما كنقدرش ندير اي قماش يعني هذا ارتحيت له بزاف ما كي زعما لي با اغريسيف البشره ديالي ما تيحرجش ليا وجهي وفي نفس الوقت كينقيه يعني فوالا. دابا غادي نسوجي هنا دتي فوالا بنات وبالنسبه هانتوما مهم صراحة من بعد ما كنستعمل هاد الاكسفوليوم كنحس بوجهي بيا المهم بيض لامع ورطب وكنحس به منقي من الاعماق ديالو يعني حتى لي با كنحس المهم كنحس بوجهي نقي بزاف ومنقي كيف ما قلت لكم من الداخل. دونك غزال بزاف هاد الاكسفوليوم هذا كنصحكم به بزاف زوين 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 بزاف. وبالنسبه يعني دائما كناخذ فوطه اللي كتكون خاصه بالوجه ديالي يعني كنصحكم دائما ديروا فوطه صغيره اولا فيطات صغار دو كوتي اللي يكونوا دائما غير الوجه ديالكم ما تبقاوش تمسحوا بالفوطه اللي كتمسحوا بها يديكم اولا اللي كيمسح بها كلشي في الدار. من الاحسن تكون فوطه نقيه حيت دائما بعض المرات راه كيكون سبب داك الحبوب اولا المشاكل ديال البشره من لي ميكروب اللي حنا ما كنحسوش بهم ما كنردوش لهم البال. دونك دائما تكون فوطه نقيه وتكون خاصه بالوجه ديالكم وتكون رطبه من الاحسن تكون ديال القطن. فوالا دابا وجهي راه نقي وكنحس به رطب ويلي فريمون رطب. دونك فوالا من بعد عرفتوا البنات واحد الحاجه نسيتها ولكن غادي نهضر لكم عليها قبل ما كندير القماش البنات كندير هاد الجيل كندير جيل ديال الوجه يعني كنغسل وجهي بجيل عاد من بعد باش يكون يعني نقي يكون تكون البشره نقيه اكثر عاد كندير القماش عاد نفزق وجهي بشويه بالماء دافي ونبدا نقومي. يعني اون سمومو حاليا كنستعمل هذا عندي هاد لي مينياتور هادو عندي منهم بزاف عطاوهم لي في لافارماسي باش نجربهم. هاد لو جيل ديال بيوديرما كريالين جيل موسون نيتويون ابيزون ميسيلير حيت كنت كنستعمل لا موس ديال فيشي وتسالت ليا وعطاوني يعني نجرب هذا وهما باش كنغسل حاليا غزال بزاف صراحه تينقي البشره يعني يوميا كينقي البشره وما تيعطي لا احمرار لا حتى شي حاجه وما كينشفش البشره يعني حتى بالنسبه للبشره كنصح به حتى البنات اللي عندهم بشره زعما جافه وحساسه وكل شيء غزال بزاف 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 بزاف. عجبني هذا لو جيل ان شاء الله غادي نشريه الا ما شريتش اون موس حيت انا كيعجبوني لي موس نيتويونت نقدر نشري هذا. المهم كنصحكم به غزال نسيتو دابا ما درتوش درت نيشان القماش فزكتو شي بالماء سخون دافي كيف ما قلت لكم ودرت القماش ودابا راه وجهي يعني نقي نورمالمون خصني ندير ما ورد باش نسد المسامات ديالي ولكن حيت تسالى ليا هانتوما تسالى غادي ندير حيت هذا نورمالمون اما كنديرو في قطن وندوزو على الوجه ديالي ونخلي البشره ديالي تشربو اما كنديرو في سبراي ونرش به وجهي ونخلي البشره ديالي تشربو باش يتسدوا ليا المسامات عاد كندهن وجهي ونيدغاتي بلا كريم. مي دابا حيت ما عنديش ما ورد غادي نغسل وجهي بما بارد غادي نفزقو بما بارد غير بحال هكا ناخذ يعني الماء في يدي راه بارد ما دابا كلاصي و فوالا الا كان عندي الوقت مثلا غادي نخلي وجهي يشرب هذا الماء بارد نخليه ينشف على خاطرو يعني باش المسامات يتسدوا ليا كيف ما قلت لكم وعاد ندير لا كريم ديغاتا. فوالا من بعد ما نشف ليا المهم شويه وجهي وحسيت وجهي برد
غادي نزيد نشفو كوميم شويه في الفوطه ديالي. فوالا باش يكون ناشف يعني مزيان. ها انتما كيف ما كتشوفوا دابا غادي ندير هاد لو كونتور دي زيو ديال نوكس. هذا مرطب ديال الدوره ديال العين، غزال بزاف، كنديرو بالنهار وبالليل. ها انتما كناخذ منه غير واحد شويه كافي في هذه، يعني كتبركوا ليها ويخرج لكم لا كونتيتي اللي بغيتو. ها انتما غير هاد شويه كافي، كنطابوتي هكا بين صبعاني وكندوزو الدوره ديال العينين ديالي. وبصراحه هذا تيدغطي مزيان، وفاش كنديرو بالنهار كيخلي لي الدوره ديال عيني النهار كامل مرطبه، وكينقص حتى دوك الشريطات اللي كيكونوا في الجناب او اللي تحت العينين، دوك لي ريدول دو ديزيدغاتاسيون اللي تيكونوا يعني ديال ليكسبريسيون ولا مهم دو ديزيدغاتاسيون، تينقصهم بشويه بشويه. المهم ضروري ضروري ترطبوا الدوره ديال العينين ديالكم بالنهار وبالليل. ومن بعد لا كريم ديال الليل اللي كندير هي هذه ديال بودي شوب. هذه كانت عندي لا غام كامله، الدوره ديال العين وديال النهار وديال الليل. المهم هذه غزاله بزاف، بقات لي غير هذه ديال الليل ديال لالويفيرا، وكنعرفوا باللي لالويفيرا كتابيزي لابو وكترطبها مزيان وغزاله الفي كو دي بيان لابو. هاد لا كريم زوينه صراحه بزاف، لا غام كلها زوينه. بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره حساسه كنصحهم بهاد لا غام يشريوها ديال بودي شوب. صافي انا هي هذيك دابا، وبصراحه المهم كترطب الوجه، كترطبو مزيان وكتابيزي لابو، يعني كنحس بالبشره ديالي ما بقاتش حساسه بزاف، ما بقاوش فيها احمرار، وكتصبح رطبه بحال ديال البيبي. المهم كتعجبني بزاف هاد لا كريم صراحه، عجبتني بزاف، وكدوز مده طويله حيت كديروا منها غير شويه. شوفوا عنقي راه ميكت عليه، ولكن اللي كديروه لوجهكم ديروه للعنق ديالكم. دابا انا وريتكم غير بالزربه بحال دابا لا كريم نورمالمون كان يضغطي حتى العنق ديالي من التحت للفوق، مي بون فوالا. هنايا دائما ما تنساوش الدوره ديال الفم ديالكم من التحت للفوق، وحتى الوجه ديالكم الا بغيتو تماصيوه شويه دائما من التحت للفوق. وفوالا نسيت البنات ما وريتكمش هذا لو برودوي لا كريم نيفيا اللي كتعرفوها كاملين، غتكونوا يعني الناس كلهم غادي يكونوا كيعرفوها، نيفيا سوفت اللي كندهن بها، كنرطب بها اليدين ديالي ورجلي وسورتو هاد لي كود والركابي ديالنا. وفوالا يعني هي خطيره خطيره في الترطيب. سي اون كريم دو سوان ايدغاتونت، يعني ال في كو ديدغاتي الويل دو جوجوبا الى فيتامين او. غزاله غزاله هذه واعره، البنات اللي ما عندهمش شريوها زوينه بزاف، غادي تعجبكم وبخاتيك يعني سهله، ديما محطوطه حدا راسي كتجيني سهله، كنهز منها وندوز لي يدي ورجلي وكلشي. وبعض المرات الا عكزت يعني حتى على وجهي كنمسحو غير بلو ميسيلير، وكنقدر ندوزها حتى لوجهي ندهن بها وجهي. المهم زوينه بزاف. ونسيت ما وريتكمش البنات احسن مرطب عندي ديال الفم هو هذا ديال لابيلو اللي كنديرو حتى هو بالنهار وبالليل، غزال بزاف غزال، يعني احسن واحد بالنسبه ليا هو هذا. صراحه كيرطب الفم غزال كيحمق، المهم كيعجبني بزاف. فوالا كنديرو حتى هو دائما قبل ما ننعس. فوالا البنات دابا ساليت ونورمالمون هكا راني واجده باش ننعس. فوالا هذه هي الروتين ديالي، نتمنى نكون ما نسيت حتى شي حاجه. هذه اول مره كندير هذا النوع ديال لي فيديو، قولي لي واش عجبكم، الا عجبكم غادي نزيد، الا عجبكم ان شاء الله وشفت التفاعل غنزيد نشارك معكم دائما هذا النوع ديال لي فيديو. وفوالا نقول لكم ليله سعيده، وما تنساوش لايك باش تشجعوني الا عجبتكم لا فيديو، وما تنساوش صابوني مع تفعيل الجرس باش ان شاء الله يوصلكم دائما الجديد ديالي. ونقول لكم بسلام عليكم وتصبحوا على خير. السلام عليكم.